بهذه المشاهد بدأ قمع قوات الاحتلال المسيرة المركزية في قرية بلعين غرب رام الله التي شارك فيها عشرات المواطنين وعدد آخر من المتضامنين العرب والأجانب. نقف معكم كعربي ونشارك وفي هذه المسيرات وهذا يمثل على الأقل أقل ما يمكن أن يعطوه الشعوب العربية لشعبنا الفلسطيني الصامد، شعب الجبارين الذي كان وما زال يؤكد بأنه رمز للنصر والحرية والعودة إن شاء الله. في يوم الأسير الفلسطيني خرجت مسيرة بلعين الأسبوعية تأكيدا على حرية أسرانا في سجون المحتل ووفاء لدم الشهيد باسم أبو رحمة الذي استشهد على أرض القرية قبل 6 سنوات. اليوم هي إحياء اليوم الأسير ووفاء لروح الشهيد باسم أبو رحمة وشهيد أبو جهاد وكافة شهدائنا، ونقول لأسرانا الأبطال بأننا سنبقى الأوفياء لهم. قوات الاحتلال اعتدت على المشاركين في المسيرة بإطلاق عشرات القنابل الغازية التي أحرقت مساحات واسعة من أراضي المواطنين. كلها الآن مسيرات وفعاليات تكون بمناطق الاحتكاك والمواجهة من الاحتلال، وهذا ما يميز هذا العام أن كل تنظيم المسيرات في كل المناسبات الوطنية بدأت تنتقل إلى مواقع المواجهة كما جرى بالأمس في عوفر قبلها في الخليل واليوم في بلعين. الأعيرة المطاطية أطلقها الجنود مباشرة على أجساد الشبان كما استخدموا أعيرة التوتو، فهنا إصابة خطرة لشاب بعد أن استهدفه قناص احتلالي بعيار التوتو اخترق صدره، نقل على إثرها إلى مجمع فلسطين الطبي لتلقي العلاج. الأسير الفلسطيني وفي يومه إما مكبل في زنزانته أو بمرض عضال، وحتى الأرض التي أسر لأجلها ما زالت تغتصب وتنتهك يوميا. من قرية بلعين غرب مدينة رام الله، علي دار علي، تلفزيون فلسطين.